احنا هنعمل حادثة هنا. بصي علي، انا عايزك تستخبي ورا الشجرة الكبيرة اللي هناك دي. مش عايز اي حتة من جسمك تبان. وانا اول ما اعدي من الشجرة دي تبدأي انت تتحركي. واهو كيس الدم اللي قلتلك عليه. وده هنخبيه فين يا خالد بيه؟ هنربطه في الطرحة في دماغك من ورا، بحيث اول ما تقعي ودماغك ترجع لورا الكيس يفرقع والدم ينزل. ماشي. وانت يا شوقي عايزك تستخبى في الشجر اللي هناك ده وتصور فوتوغرافيا وفيديو وكل حاجه. اهم حاجه ما تنساش تشحن التليفون على الاخر. عايزك تكون جايب الزاويه كامله، وزي ما قلت لكم هي عندها عربيتين، انا ما اعرفش هي هتكون سايقه انهي واحده فيهم، بس انا هبعت لكم رساله قبل ما اتحرك. طب افرض يا خالد بيه وانا معديه كده قدام العربيه هي شافتني، هنعمل ايه؟ صحيح، هتتصرف ازاي؟ انا هبقى اشغلها باي حاجه، اخليها تبص على تليفوني على اي حاجه، بس ما تقلقوش اخليها مش مركزه على الطريق. ماشي يلا يا بنت. يلا جات اللحظة اللي مستنيها. حصل يا باشا، والباقي اكيد سعادتك عارفه. يا ولاد الكلب، خالد ده طلع نمره. ده ما يجيش ضفر في رجلي سعادتك حاجه يا باشا. والله الهمبقه دي ما بتاكلش معايا، مش هسيبكم انتوا الاثنين، هشرب من دمكم. وربنا يا باشا مالي يا ذنب، انا راجل على باب الله. انت تعرف ربنا انت؟ خدوه من قدامي.